احنا في دورة مهمة جدا لمهرجان اسكندرية، وشعار الدورة هي الكوميديا، دنيا دمها في زمن الفن الجميل، ودنيا عقلها بيقود الكوميديا بشكل مختلف وجميل. دنيا اللي النهاردة المهرجان بيكرمها من أهم نجوم الكوميديا دلوقتي هتأنسونا وأنستونا في المسرح، هي دنيتي وحبيبتي وبنت حبيبتي وبنت حبيبي وأخت حبيبتي الغالية دنيا سمير غانم. بقول لك ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فاسي، ميرسي، وميرسي على التقديم الجميلة جدا. احنا طبعا هنبدأ التصوير بس ده كان لايف، حبيت أوري الجمهور الفستان الجميل الحلو ده. مين قولنا اللوك بسرعة؟ يعني محدش جاهز لك اللوك النهارده، بتوفري كله للمسرحيه يعني. عامه اللوك جميل. ودي عايزين كلامه جدا بصراحه.